بالنسبة للبراند كيد، لاحظ هنا هذا مهم جدا. البراند كيد انه احنا راح نضيف بالنسبة للنسخة المجانية الان اللي انا فاتحة هسه، دخلت على نسخة مجانية حتى تشوفون بنفسكم انه احنا شنو الامكانيات اللي احنا راح نستخدمها. البراند كيد اللي هو البراند اللي يخص مثل ما نقول عملنا شغلنا، النسخة المدفوعة نقدر احنا نتحكم بيه بشكل كامل جدا، ويفتح لنا اشياء كثير حلوة. نقدر نضيف لوجو ويفتح كل الوان اللوجو، اي لوجو اني عندي موجود استخدمه في عملي، اذا كانت مدرب، اذا كنت صاحب شركة، اذا كنت صاحب مشروع وعندي اني لوجو خاص بي، لما اضيفه للبراند كده راح يظهر لي كل الالوان الخاصة بهذا اللوجو، سواء كانت 4 ألوان أنا مستخدمها أو لونين أو 5 ألوان أو 3 أو أي. فلكن هنا بالنسخة المجانية إحنا ما نقدر نسوي هذا الشيء، يعني إلا ناخذ النسخة المدفوعة. لكن ما يهم، إحنا أي لوجو إحنا نريد نصممه ممكن. كثير عندنا اشياء اخرى نقدر نستخدمها بهذا الشكل، ونقدر نستخدم الوان اللوجو بالضبط اللي احنا نريدها. طيب الكالرز، هنا الكالرز عندنا لو نروح على الايديت هذا يطلع لنا البراند. تمام، بما انه هاي نسخه مجانيه فما عندي اي صلاحيه، لكن انه عندي فقط صلاحيه انه اني اضيف 3 ألوان. يعني اني عندي مشروع معين اريد اصمم هذا المشروع، هذا المشروع يحتوي على مثلا ب3 ألوان، هاي ال3 ألوان اني اعتمدها في هذا العمل فقط، سواء اسوي عناوين، سواء اسوي تصاميم اضافه عناصر، هاي الالوان الثلاثه اني اقدر استخدمها. اكثر من 4 ألوان لازم، يعني اكثر من 3 ألوان لازم انه انا اشوفه هنا الاد خال عليها هذا التاج اللي هو المدفوع، لكن انا مسموح لي اقدر استخدم 3 ألوان، واقدر ايضا استخدم داخل التصميم كثير الوان انا اضيفها من عندي، يعني مو شرط انه اعتمد على هذه الالوان. لكن في اني في حال اذا كان عندي مشروع يعتمد على هاي 3 ألوان انه انا اقدر اضيفها. طيب لاحظ هنا انه كل لون بيكود، كل لون بيكود. احنا نقدر اذا نريد نشتغل شغل على الوان محددة احنا نريدها بالضبط، يعني ما نشتغل عشوائي، نروح على جوجل نختار الالوان اللي احنا نريدها، اقول هي عجلة الالوان. زين، هاي عجلة الالوان بيها اكواد، هذه الاكواد كل لون بيكود، فاحنا ممكن انه ناخذ اللون ونضيفه على هذا، هنا نضيفه اللون نجيبه ونستخدم الكود. طبعا ممكن احنا راح نشرح عنها بشكل مبسط. طيب هذا اللون مثلا هذا الوردي بهذا الكود، شوف هذا الرقم مالته، هذا الكود وهذا اللون وهذا اللون. طيب احنا ممكن انه نغير هذه الالوان، شوفوا لما اضغط هنا على هذا اللون شنو يظهر لي؟ يظهر لي هذا الكود. هذا الكود اني اقدر استخدمه واثبته هنا. تمام؟ واقدر ايضا استخدم هذه الالوان، شوفوا انا مجرد انه احرك اريد اتن هذا اللون، كل لون كل ضغطه هنا بها كود، كل ضغطه باللون بها كود، وين ما اني اروح بكود. تمام، انه انا ممكن انه اغير هذا اللون، هو تغير مباشره، واغير مثلا هذا اللون واغير. طبعا حاولوا انه تكون الالوان متناسقه جدا، يعني مو الوان عشوائيه تختاروها، لا تكون اما تدرج بالالوان او تكون يعني فد الوان حلوه انتم تستخدموها. تمام، ممكن احنا نستخدم هذه الالوان، هذه الالوان راح تثبت عندكم. شلون تثبت؟ حنشوف بعد شويه. هاي بالنسبه للفونتس، الفونتس اللي هي الخطوط، ايضا ممكن انه اني هذا الاد استخدم، شوفوا ما ينطيني، يعني الا يقول لي روح على النسخه المدفوعه حتى انتم تقدرون تستعملون الخطوط. لكن الكانفا بيه كثير خطوط مجانيه احنا نقدر نستخدمها ونبحث عنها، يعني ما تقلقون ابدا. طيب هذه النسخه المدفوعه، يعني قلت لكم انتم ادفعوا رجعنا. اذا ثبتنا الالوان اللي احنا نريدها بالبراند. تمام، نرجع
هنا لما نريد نشرح على براند، شوفوا الالوان اللي ثبتها، شوفوا هذه الالوان اللي ثبتها اللي انا اختارتها. طيب هذه بالنسبه للبراند كيت. بالنسبه للابلود، ابلود اي صوره احنا موجوده عندنا نريد نسوي لها ابلود، نخليها على اي تصميم عندنا، نحملها من الحاسوب او من الجوال، فنستخدم الابلود راح مباشره تنضاف عندنا. مجرد ان نضغط ابلود فايل تظهر عندنا هذه الصوره او الشعار او اي شيء احنا بالنا نريد نضيفه. ايضا الفيديوهات، اي فيديو احنا نريده عندنا مخزون ضمن لابتوب مثلا او جوالنا، نقدر نسحبه وينزل هنا يثبت ونقدر نشتغل به على التصميم. ايضا الاوديوات، التسجيلات الصوتيه نفس الشيء. طيب هذه خلصنا بالنسبه للابلود. بالنسبه لل نروح على الدرو. هذا درو خاصيه حلوه ضافوها في تطبيق كانفا، انه احنا نقدر نرسم. يعني اللي عنده تليفون بقلم هذا كثير جميل، نقدر نستخدم هذا التطبيق او هذه الايقونه في الرسم. يعني انا بالماوس مثلا قدرت استخدم مثلا يعني شويه، مو كثير اقدر اتحكم بيها. تمام، عندي طبعا منها الالوان، انه انا اقدر ايضا اختار من هذين الالوان اللي انا ثبتتها. هذه يعطينا تكبير، شوفوا تكبير للخط. ايضا هنا هذا اللون ممكن استخدمه، وهذه الالوان ايضا، هذه نمسح، ممكن احنا نمسح ما سوينا. تمام، هذا بالنسبه للدرو، انتم بعد تبدعون براحتكم.